بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. في دراسة جديدة تتكلم عن النحل والنوم، دراسة جديدة أثبتت أن النحل بحاجة إلى النوم مثل البشر تماما. عندما قام الباحثون بحرمان النحل من النوم، انخفض أداء النحل وأصبحت النحلات تجد صعوبة في التواصل فيما بينها، واضطرب نظام صنع العسل. ولذلك يقول العلماء أن النوم ضروري جدا للكائنات الحية، فالنوم يعمل على استقرار أجهزة الكائن الحي ويساعده على الراحة وأداء العمل بكفاءة عالية. هذا ما أشار إليه القرآن في آية عظيمة يقول فيها تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والنوم سباتة، سورة الفرقان آية 47، أي راحة واستقرار، والله أعلم.